محمد أمين راضي، قاهري الهوى، سويسي الهوية، جوزائي أصلي. كانت بدايته في الوسط الفني كمنسق عام ومشرف في شركة فيلم كلينيك. كانت أولى مشروعاته التي أخذت خطى جادة نحو التنفيذ قبل أن تتوقف هو مسلسل ألف ليلة وليلة. بعدها بعام خرج إلى النور ابنه البكر وأول فرحته نيران صديقة، ليشكل صدمة ونقلة نوعية لمتلقي الدراما التلفزيونية وبخاصة دراما رمضان. احنا اتضحك علينا كلنا. لا مش كلنا، ولا ايه يا أمير؟ ادي اخرة لمتنا تاني، موت وقتل تاني، كان كل حاجة بتعيد نفسها. ممكن توطي صوتك وما تنسيش ان ابنك فوق. تبعها بالسبع وصايا الذي فاق نجاحه نجاح العمل الأول الكبير، وفي رمضان 2015 خاض السباق المحموم بالعهد الكلام المباح. وقبل أن ينقضي العام عرض فيلمه الأول من ظهر راجل مع المخرج كريم السبكي في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 37. وبعدها بأيام أضاءت دور العرض المصرية بمولوده السينمائي الأول الذي أثار الجدل كعهد الجميع بأعماله ولا يزال. إن التميز الذي صنعه راضي وشارك في تسريبه إلى أوردة وروافد أخرى في صناعة الدراما جاء بشكل أساسي لرفضه الموجود والسائد والمعروف، ولأنه حرص على خلق ما يشبه روحه بكل ما يكتبه وأن تتلون مشاهده بلونه هو وليس لون السوق. نرحب اليوم في عصا الأبيض بسيناريست متميز ومختلف، سيناريست من ظهر راجل. لو حد قرر يعمل تمثال لكل برج أعتقد أنه هيقف حيران قوي قدام تصميم برج الجوزاء، لأنه ببساطة هو شخص الزحمة والربكة وشغل الجنان. أوقات تلاقيه مشرق وكتير قوي بهتان، نصه بيضحك والتاني زعلان، الصبح شيخ وبالليل فلتان، شبابيكه مفتوحة ومقفول البيبان ومحدش عارف له عنوان. من الآخر كده عفريت ولابس بدلة إنسان. هو الكاتب والسيناريست النجم صاحب النيران الصديقة وكاتب العهد ومبدع السبع وصايا الأمين الراضي محمد أمين راضي. محمد أخبرك. منورنا. نورك والله. ايه اخبارك؟ كويس؟ الحمد لله تمام. قولي بقى ايه حكايه برج الجوزاء؟ انت فعلا كده زي الاغنيه بتاعت احمد سعد 500 حاجه ما لهمش دعوه ببعض. لا ليهم دعوه ببعض في الاخر، انهم بيكونوا طبعا الكيان كله. طب ما تقولي ايه ال 500 حاجه اللي ما لهمش دعوه ببعض كده وبيكملوا بعض برضه؟ بس لا انا بحب اكتر من 500 حاجه، وبحب اغنيه تانية كل حاجه وعكسها. كل حاجه وعكسها. جدا. طب قول لي ايه بقى كام حاجه كده وعكسها؟ كام حاجه وعكسها يعني جواك؟ ممكن ابقى كريم جدا جدا جدا، وفجاه ابقى اخيل جدا جدا جدا. ممكن ابقى اقفش جدا على لو حد كتب كدبه صغيره وعشان صدق للمنتهى، واوقات ابقى العكس تمام. تفوت متعدي واكذب كمان وكل يعني هي على حسب، والله ملهاش كتالوج. طيب انت الانطباع اللي انا واخداه عنك ان انت قليل الكلام، مع انه الجوزاء ده يعني شخص متكلم جدا، متحدث جدا، اجتماعي قوي، يندمج مع الناس بسرعه. مين اللي ولا انت؟ انا قليل الكلام؟ لا خالص يا شيخ. ده انا مصدحهم. ده عامل تمويه. ده انا مصدحهم على الفيسبوك يا شيخ. بصي انا يعني لا انا مش اي كلام خالص، بالعكس انا ينفع، انا من الناس اللي ممكن يتقال عليهم رغاين. بس انا يعني الحاجه اللي ضد الجوزاء، او مؤخرا كنت زمان عكس كده، يعني انا ما بخرجش كتير، يعني انا قاعد في البيت طول الوقت. يعني انت من الجوزاء البيتوتي بقى؟ جدا بشكل، بس دلوقتي يعني من بقالي 10 سنين كده تقريبا. بس خد بالك انه برضو طبيعه مهنتك بتفرض عليك انك انت برضو تتوحد مع نفسك شويه عشان تقدر تخرج الروائع اللي بتخرجها. يعني انا بالظبط يعني دي حاجه، وحاجات تانية كتير غير الشغل يعني، لكن في الرغي لا انا طب هنشوف. طب خلينا نبتدي بقى من عند السويس، السويسة بقى اللي هي الدنيا هايصه عندهم كده كده. طيب السويس بقى ايه اللي خلاك تسيب أهلك وأصحابك ومدينتك وكل اللي حواليك وتقرر فجأة أنك أنت تيجي القاهرة؟ يعني في كنت مدفوع بإيه؟ مش مدفوع، أنا يوم بالظبط ده اللي حصل.
انا كنت بشتغل في السويس باجر كبير يعني قبل ما اجي القاهره كان في اجر كبير جدا يعني كنت بشتغل محاسب بس كان اجر كبير جدا ويوم انا كنت بتعامل ببعت سيناريوهات لشركه فيلم كلينك محمد حفظي اللجنه اللي كانت موجوده قبلي فيوم المفروض 1/9 محمد حفظي طلبني قال لي هشتري منك سكريبت ده كان اول سيناريو ابيعه تمام فيوم 4/9 رحت امضي سيناريو وانا عند محمد حفظي قال لي عندك استعداد تمسك الشركة وتيجي تسيب السويس وتيجي تمسك الشركة في القاهرة فقلت له عندي طبعا من غير ما اعرف اي حاجة كمحاسب ولا لا كمدير اللجنة كمدير اللجنة تمام قلت له طبعا من غير ما اعرف كام ويعني طبعا كان الاجر غير اللي انا باخده هناك خالص طبعا وافقت وجيت فورا بعد اقل من يعني في 1/10 كنت موجود في القاهرة انت عندك روح مغامرة ولا انت علشان كنت مصدق اللي انت بتعمله فمشيت وراه يعني خليني اعرف بس تيمة شخصيتك هو الاثنين يعني انا كنت انا بحب الشغل الكتابه جدا وكنت حاسس ان مصدق حلمي يعني انا وصديقي السيناريست ياسر عبد المجيد احنا الاثنين اكتر اثنين كنا مصدقين بعض يعني كان كل اللي حوالينا ضدنا احنا الاثنين الوحيدين بس اللي كنا مصدقين بعض سواء عائلتنا او صحابنا حتى بس فكنت مصدق وفي نفس الوقت انا شخص مغامر يعني انا شخص ممكن يعني اكبر اكتر قرارات اخذتها في حياتي غيرت شكل حياتي كانت قرارات السريعه دي لحظيه فعلا طب انت قلت لي انت مضيت من 2004 2007 2007 من امتى من قبليها وانت بتكتب من قبليها بكتب سيناريوهات ولا من قبليها بكتب خالص لا من قبليها وانت بتكتب سيناريوهات خلينا بقى سيناريوهات من 2005 من 2005 وفضلت تكتب محاولات لحد ما وصلت للمشروع بتاع 2007 لحد ما وصلت للسيناريو اللي اتكتب في 2007 اللي اتباع في 2007 وده كان ده ايه اللي اتعمل بقى في 2007 حتى الان لسه ما اتعملش ومش يعني حاليا ما بقتش بحبه يعني ليه حاسس انها عشان اول تجربه مثلا لا عشان مش ما بحبش الفكره ما بحبش حاسس بصي الكتابه خصوصا في السيناريو يعني او في غير الروايات انت في الروايه طالما التطور حصل وهو الحاجه لسه ما اتنفذتش يبقى الـ 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 الاسلم انها ما تتنفذ فاهم قصدي طب انا هرجعك في حاجه انت عارف انه اول تجربه كتبها مثلا تامر حبيب كانت طيارين يعني في حاجه اتذاعت قبل ما حاجه كان حاجه كان كاتبها بدري قوي اللي هي الناس اللي كان الفيلم اللي الناس كلها بتحبه اللي هي العلاقات دي اللي سهر الليالي سهر الليالي سهر الليالي كان مكتوب الاول ولكن اللي كان قبله حب البنات يعني حب البنات كانت التجربه الثانيه بيحصل عادي جدا انا من ظهر راجل كاتبه قبل المسلسلات كلها فعلا اول قبل التطوير يعني ما حلو بقى الاسرار دي علشان الناس بقى تعرف انه يعني التجارب طب غريبه ما انت كاتب حاجه قبل ومع ذلك كانت يعني اتعملت بعديها اشمعنى التجربه الاولانيه دي رغم ان دي اللي غيرت المسار كلها ما هو ده اللي بقول لك عليه يعني في تجارب ما انت لما بتكتبي طول الوقت في تجارب واعتقد كل الناس كده اللي بيكتبوا يعني بيبقى عندهم تجارب بيحسوا انها هم ممكن يكونوا كبروا عليها ممكن يكونوا ما بقوش يحبوها ما بقتش تعبر عنهم وفي تجارب ممكن تبقى قبل التجارب دي وبتعبر عنهم انت حاسس ان انت اتطورت شويه عن المرحله بتاعه 2007 مش تطور بص انا ما اقدرش اقيم نفسي تطور او مش تطور على قد ما اقدر اقيم نفسي ان هو ما بقاش يعبر عني في اللحظه دي تمام بس طيب انت لما جيت القاهره بقى في اختلاف ما بين السويس والقاهره برضو السويس مجتمع بيوت كده حضنه بعضها القاهره شويه واسعه ومنتشره حسيت بهزه مثلا نفسيه بصي الموضوع كان بالنسبه لي انا ما انا يعني انا ما خرجتش من السويس خالص يعني انا انت لسه ما خرجتش من السويس لا يعني لغايه لا نفسيا على الاقل لا لغايه 2007 ما كنت خرجت من السويس خالص ولا اي حته لا بالسفر الفسح لكن عمري ما خرجت من السويس انا يعني كل حياتي دراستي باصحابي باهلي بعيلتي في السويس تمام ففجاه اخدت قرار اني القاهره واسيب كل دول تمام وانا ما اعرفش اي حاجه في القاهره ما اعرفش اي حاجه تماما في القاهره الحاجه الوحيده اللي كنت فاكرها يعني الحاجه الوحيده اللي كنت مره واحد صاحبي عايش في القاهره وكان بيشتكي من ان هو شغال في حته بعيده وان وقته بيروح في المشوار كتير فقلت له طب ليه ما تاخدش شقه جنب شغلك قال لي لا دي رفاهيه مش متاحه في القاهره احنا في السويس عادي خالص فلما جيت انا اخدت القاهره انا كنت شغال في الزمالك فيلم كلينك فتره دي في الزمالك طبعا اجرا مش هقدر ادفع ايجار في الزمالك فسالت وانا ايه اقرب حاجه للزمالك فسالتها قالوا لي الكتكات كويس كتكات كامب فانا اول ما نزلت القاهره يوم وانا جاي بقى اخد يعني ادور على شقه قلت لسواق التاكسي
انا عايز شقه في الكتكات. تعرف شقه في الكتكات؟ بس فقال لي اه ما اعرفش ايه. ورحت اول ما شفتها خدتها من غير يعني صديقي ياسر عم جيد اللي بقولك عليها هو مقتنع قعد كتير ايه في يعني ولو مضوك وانت مغمى عينيك اه ما بالظبط شقه غريبه شقه مايله كده لا فعلا لا ما تهزرش اه والله انت بس ايه يعني ايه ان رفاهيه كل القرارات كانت لحظيه على فكره فعلا مرها وبين الشغل 7 دقايق بعدي الكوبري بقى في الشغل فانا كان بالنسبه لي ده اهم حاجه آه. مش مهم بقى بعد ما يعني بعد ما فقت ف كانت لا شقه غريبه جدا يعني اه انت عبال ما ركزت انها اه يعني فبقيت ماشي طول الوقت كده وبتاع. طيب قولي نيران صديقه انا بالنسبه لي يعني التجربه الاولانيه بتاعتك طبعا كان قبليها الف ليله وليله زي ما شفنا في التقرير انا بصراحه انفعلت بيها جدا وانا كنت مسافره في نص تقريبا الحلقات وطلبت من ناس اصدقائي انهم يسجلوها لي علشان انا مش قادره اعيش من غير ما اعرف الاحداث هتحصل ايه ولانهم طبعا خذلوني طبعا كعاده الاندال والاصدقاء الاندال يعني فانا بقيت وانا مسافره في الحته اللي انا فيها اجيبها على اليوتيوب بالليل عشان اعرف انام. حته السسبنس دي الناس كانت وحشاهم قوي. انت رجعتنا للاعمال بتاعت زمان اللي كنا بنقعد نتابعها وفيها شغف وفيها تشويق واثاره ومتعه وكلنا كنا متابعين الكتاب اللي بينقط درح مع مين وفين وازاي. فهمني انت ازاي وصلت للحبكه دي. بصي انا هقول لك حاجه انا بحب انا ما زلت يعني مع يعني يمكن يكون العهد اكتر مشروع قريب ليا لاسباب كتير قوي تخص ان كان في احباطات تخص الوصول اليه. خلينا نتكلم بالتدريج الاول خليني في النيران اه لكن بالنسبه للنيران انا يعني ما زلت حتى هذه اللحظه بحب نيران لاسباب كتير قوي. اول سبب منهم يعني في سبب مهم قوي في نيران يعني انا ما الحمد لله ما بحاولش بقدر الامكان ان انا يبقى في اي تفكير الا في الشغل وتفكير في العمل نفسه هو بالنسبه لي محتاج ايه. بس برضو مع الوقت يعني بعد التجربه الاولى لما جيت اعمل 7 وصايا او بعد 7 وصايا لما جيت اعمل العهد بيبقى خلاص انت بقيتي في السوق تمام ما بتمشيش على نموذج السوق بس الى حد ما بتفكر في انت بقيت على الخريطه فالخريطه دي فيها موجود فيها اخرين. لكن نيران صديقه وهو بيتكتب لحد اخر لحظه انا ما كنتش بفكر في اي حاجه خالص غير نيران صديقه. ايه مش بتفكر في اللي قبله ولا في اللي ولا بعد. في اللي بعده ولا مين جنبك ولا مين هيعمل ايه ولا طب مين كذا ولا ايه الفك ولا هو انا عايز اكتب نيران صديقه ده عشان خاطر نيران صديقه ده يطلع بالشكل ده. الفكرة وصلت ازاي؟ هي فكرة هي عدة افكار. انا كان طول الوقت شاغلني نفسي اعمل عمل بيتكلم فيه جزء نوستالجيا ونفسي اعمل عمل يبقى عن فكرة المخيرين ولا مسيرين من خلال ونفسي اكتب عمل عن بسم الله الرحمن الرحيم عن علاقة اصدقاء ببعض. وفي نفس الوقت كان عندي انا ده كان بقى الطموح كده طول الوقت ودي دي حاجه كانت هي دي اللي كانت مأخرة نيران جدا بالذات في نيران قعد سنتين مرفوض انه يتعمل دي قلتها كتير يعني سبحان الله ان الابطال انت يعني شيء من اصعب الحاجات اللي انت تتعلقي بابطال بالاخلاق دي وغير سويين بهذا صحيح. الشكل يعني فده كان اكتر حاجه مخوفه الناس من نيران المنتجين وبعض الممثلين كمان يعني احب اقول لك انها عملت صدمه للمتفرج يعني شوف كلهم يعني في ناس كانت مثلا متعاطفه مع عمرو يوسف شويه وبعدين التحولات بتاعته كانت غريبه جدا من الواحد مش قادر يحدد مشاعره من ناحيتها وكندا كمان كندا كان الدور كان عبقري لا حقيقي المسلسل عمل هز الناس كندا مثلا من اكتر الناس اللي كندا كانت قرت السكريبت من الاول خالص من قبل من اول سنتين كندا كانت مخضوضه جدا منه جدا بشكل رغم ان كندا مثقفه جدا وقاريه كل انواع كده كانت مخضوضه في الاول جدا لما قريته مره تانية لمست الـ الشعره اللي هتخلي ان هم مش يعني هم مش اشرار بالعكس زي ما تقولي اوقات في لحظات معينه بتخليهم يتحولوا لبني ادمين رغم كل الحاجات السلبيه اللي هم بيعملوها هو ده اللي اعتقد خلى بقى الناس تحبه. طيب انت شايف الثلاث اعمال مع بعض تحس انه فيهم ربطة فيها الحبكة عالية جدا ودرجة السسبنس عالية جدا وإنه ودايما نهاية الأحداث أحيانا بتبقى واضحة أو بتسيبها للمتفرج بس بيربطهم رباط الشغف. أنت في كتابتك شغوف جدا وبتنقل الشغف ده للمتفرج سواء إذا كان في نيران صديقة أو في سبع وصايا كمان كانت مرعبة يعني كلنا كنا برضو مرعبين عايزين نفهم ايه الموضوع والمقام ده هو جوه فيه ولا مش موجود فيه
ونفس الحكايه في العمل. خلينا نتكلم على فكره السبع وصايا برضو، لانه انت ماشي من عالي الى اعلى، ودي حاجه غريبه. انت قلت لي وانت بتفكر في نيران صديقه كنت بتفكر لها، بس اللي يعمل نيران صديقه ممكن هو نفسه يتخض ويبقى مش عارف هيعمل ايه بعد كده ان ما كانش حاجه على نفس المستوى ما تبقاش اقل. فانت في السبع وصايا من اول المزيكا بتاعت نزيه لحد كل الاحداث لحد كل الابطال، لا مرعبه برضو. فبرضو الفكره والتيمة بتاعت السبع وصايا دي جات لك من ايه؟ لانه دي برضو تيمة عند ناس كتير قوي وبيخبوها. بصي هقول لك حاجه، كان بعد نيران صديقه انا جالي رعب. رعب معروف عند كل، يعني في حاجه اسمها الوان هيت معروفه عند كل كتاب العالم، يعني الوان هيت اللي هو يكتب عمل العمل الاول ويفضل لغايه ما يموت يحطه جنبه، يعني اعمل بعد كده 10 اعمال ودايما صحيح. يسمى محمد امين راضي مؤلف نيران صديقه. صحيح. تمام صحيح. دي كانت اكبر رعب مخضك مخوفك خضني. تمام فقررت ان انا اعلى دراميا قوي 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 قوي، فاروح اعمل العهد. تمام. وكتبت العهد قبل سبع وصايا، ست حلقات قبل سبع وصايا كتبت العهد بدايه، لان انا بكتب فكتبت العهد اثناء تصوير نيران صديقه. بعد كده طلبت، لا قلت ان العهد، لا انا ليه اخوف نفسي؟ ليه اتخض؟ انا مش هفكر الا في الشغل، مش هفكر ما في تايتل، مش هفكر في اي حاجه. وانا حسيت ان في خطوه لازم تبقى ما بين الكتابين اللي في العهد وفي نيران صديقه، ان يبقى في خطوه ان الوصايا بتوصل بينهم يعني. تمام. فرحت قررت اكتب السبع وصايا. وعايز اقول لك حاجه، انا واستاذ خالد مرعي ليه كل الفضل والشكر، يوم 29 شعبان انا مش ناسي اليوم ده خالص. يعني يوم 29 شعبان جابني، احنا كان هو المنتج، فقال لي انا عايز اقول لك حاجه، احنا عاملين عمل عجبنا وبنحبه ومختلف، الاعمال المختلفه بالشكل ده ما بتنجحش في البلد. فما نزعلش لو المسلسل ما نجحش، بس احنا حابين. شوف سبحان الله. فانا وخالد مرعي ما كناش متخيلين خالص ان المسلسل هينجح بهذا نهائي اتحدى يعني، ولا ربع النجاح ده صدقيني. انت واضح ان انت اللي ما بتتوقعوش بيضرب في السماء. محمد مش عارف ايه حكايته. حصل صبري فواز صراحه. صبري فواز من اول ما قرا السيناريو وهو كان مصر ان المسلسل ده، وانا اقول له يا ابني غريب وكذا وكذا ما اعرفش ايه. بصي الافكار دايما انا عندي، انا مهووس بالتراث، عشان ده هيبقى رد، اغلب الوقت هيبقى رد على ثلاث مسلسلات. ده صحيح. انا مهووس بالتراث، مهووس بالتراث، مهووس بالافكار الدينيه، مهووس بالعلاقات اللي احنا يعني اصدقاء، عائلات، عيله، عائلات اللي احنا في العادي ما بتتعمل بتبقى بالشكل قبيله مثلا. بالشكل الايجابي كمان. انا كمان طول الوقت مشغول بالنيجاتيف، يعني تعالى هم المفروض الاصدقاء دايما بيطلعوا كويسين وعاش ايه، طب ما تعالى لو الاصدقاء دول مش كويسين. المفروض ان انت بتقلب الحقائق وبتشوف التطورات. لو الحقائق اتقلبت هنمشي ازاي من خلال بقى التراث. بحاول طول الوقت ان انا بحب اقرا في التراث جدا، وبحب اقرا في الموروث الثقافي الديني. فاغلب الشغل بيبقى افكاري بستلهمها منه. ايا بقى جت ايه، اصل كمان ما فيش فكره يعني، بالذات خصوصا في المسلسلات، ممكن في الفيلم يبقى فكر يبقى مبني على فكره واحده. لكن المسلسل احنا يعني بتبقى فكره على فكره على فكره، لا ما ينفعش يعني. ولسه كنت بكلم مع حد بره، يعني المفروض انت من وجهه نظري ان الفكره اللي تجيلك، يعني المسلسل سبع وصايا ده انا مفكر فيه من سنين، انا النيران صديق بفكر فيه وانا في ثانويه عامه. يا خبر الفكره بيطلع. الافكار دي، لكن ما فيش فكره المفروض تجيلك دلوقتي تكتبيها حالا، لانها بتبقى لسه ما خمرتش ولسه ضعيفه ولسه هشه. فالمفروض فهي الافكار، افكار المسلسلات بتبقى كده اهو، انا عايز اعمل مسلسل عن الاخوات بقى المره دي والانتي، وعايز اعمل مسلسل عن الجثه اللي بتختفي في موروث الثقافي، وانتظارنا في الاديان الثلاثه، ثلاث اديان عندنا منتظرين حد هيجي. فيبقى انت يا خرب انت هتجننا يا محمد، انت عارف انت هتجننا معاك. انتظار كده مش الصوفيه يعني، انا المسلسل ما بعتبروش مسلسل صوفي على قد ما هو بعتبر في جزء صوفي. صحيح. بس الجزء الصوفي ده مش قادر اقول لك الناس يعني عشقته ازاي. لا شيء بصراحه يعني. انا كنت انا احنا ماليش، كان انا في الحلقات كان هي حضره واحده بس اللي في الحلقه التاسعه، اللي هي تراهم سكارى وتراهم حياره. وانا وهشام اصدقاء كده بنقعد نتناقش طول الوقت في كده، فبعتها له، فهشام شبه اتهوس يوم ما سمعها. صحيح. وقال لي فين الناس اللي كنت ما اعرفش، انا لقيتها على النت وهي دي اللي كتبت عليها، بحب اشغل اي تراك كده وانا بكتب. صحيح. يعني فهشام بقى هو حقيقي يعني، هشام انا شايف ان يعني في ثلاث اعمال
انا بشوف ان هشام عامل اساسي في نجاحهم، بس في السبع وصايا بالذات انا شايف ان هشام يكاد يكون نصف النجاح ينسب لهشام نزيه. طيب قول لي بقى، انا شخصيا من احد معجبين هشام نزيه. في عامل مكرر في الثلاث اعمال زي هشام مثلا وبعض الكرو اللي في المسلسلات، وافتكر المخرج كمان بتاعي. هو المخرج، هو يعني السؤال ده صدقيني المخرج مش ليه. اصل هقول لك حاجه، هل ده له ايجابيات وسلبياته؟ انت اكيد من وجهه نظرك يعني اكيد طبعا له ايجابيات، لان التركيبه بتبقى دماغكم خلاص تشبعت ببعضها، فكل واحد فيكم عارف السكه فين، لكن هل له سلبيات؟ بصي، في الثلاث أعمال أنا مش شايف إن ليه سلبيات الحمد لله. يعني أنا أنا بالنسبة لي أسأل عن حاجة واحدة بس، عن أستاذ خالد مرعي. تمام، لكن أستاذ خالد مرعي هو اللي بيسأل عن عن عن, عن تكرار الآخرين. لأن الكلمة الأخيرة بتبقى لأستاذ خالد مرعي. لكن إن أنا يعني طبعا في ممثلين كل حاجة استشارة يعني كل حاجة، بس من يسأل عن هشام نزيه مش مؤلف، مؤلف عمره ما بيختار. أنا بقولك أنت من وجهة نظرك أنت لما شفت على الورق، خد بالك أنه برضو من أحد الأهم الأسئلة، أنت شايف مثلا أن أنت لما شفت على الورق إيه أكتر مسلسل حسيته بجسد اللي أنت كتبته بالملي؟ انت عارف برضو المخرج بيبقى له رؤيه. تديني لا، ما هو ده ده, ده, ده ما هو ده ده, 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 ده الجميل اللي وصلنا انا واستاذ خالد، خصوصا مع نهايه السنه الثانيه والسنه الثالثه، احنا حقيقي تقريبا والله العظيم بنتناقش بالعين بس. طيب انا عايز اسالك كمان علشان انا الوقت ازف، بس انا يعني هحاول بقدر الامكان الخص الكام حاجه اللي باقيين من ظهر الراجل بقى. انت ايهما حاسس اقرب لك، الدراما ولا السينما؟ التلفزيون ولا السينما؟ اللي حاصل بصي، انا من ظهر راجل ده كان في من يومين كنت في معرض كتاب في ندوه، فواحد سالني انا بحب مسلسلاتك قوي والفيلم حلو، بس مش انت يعني ايه مش انت؟ انا من حقي يعني ليه؟ وكان في نقد برضو، نقد بيحبني جدا جدا ويعني من اكتر الناس اللي بيتكلموا عني كويس، وكان شايف اني المفروض ما اخدش تجربه من ظهر راجل. ليه؟ من انا عايز اجرب، انا عايز اخد كل التجارب الدراميه بالظبط. تمام، انا ما قلتش ان القيمه الفكريه من ظهر راجل زي القيمه الفكريه للمسلسلات، وانا والمخرج عارفين ده كويس قوي. احنا من ظهر راجل فيلم تجاري، ده الهدف، وفي نفس الوقت فيلم فني، يعني في مش فيلم هلس. ده الهدف منه، ان هدف ان عايز اوصل لشريحه معينه ممكن يكون ما وصلتلهاش من المسلسل، ده حق المفروض ما حدش يسلبه بيسلبه. تمام، ولا وهو كان تجربه رائعه جدا وجميله. طيب انا عايز اعرف بقى الاعتذار كان بتاع افراح الاوبا، ما تقوليش ان هو اعتذار، قولي ان هو تاجيل. يعني طبيعي ان البني ادم ممكن مثلا يمر بظروف مثلا معينه تعطل مسيرته شويه، لكن الظروف دي بتبقى عارض في الحياه وبينتهي تماما. يعني انا بيبقى عندي مثلا مشروع، فكره برنامج معين مش لاقي ان هو دلوقتي متاح، فممكن اجله بس الفكره تبقى ورده. فقول لي تصريح ان افراح القبه مؤجل، مش انت اعتذرت. افراح القبه مش مؤجل، لان افراح القبه كان لازم يتصور يوم السبت. في ديكور اتبنى، في منتج في منتج يتخرب بيته لو انا لو افراح القبه. طب فهمني انك انت عندك افراح قبه لوحدك في جديد، حاجه معينه بتشغل تفكيرك هتعملها في والله لا، انا يعني انا كان انا في ظرف خاص بصراحه، وده بمنتهى البساطه يعني في ظروف منعتني عن ان انا اكمل المسلسل، وبلغتها للمنتج والمنتج تفهمها جدا. تمام، واخدنا القرار ان انا مش هقدر اكمل. بعد ما اخدنا القرار هم انا ما اعرفش مين هيكمل لحد هذه اللحظه. انا في هذه اللحظه في اجازه والله، لسه ما فيش اي حاجه في دماغي. طيب انا عندي احساس وبقى راجعني في يوم من الايام، يعني ان التجربه بتاعت 2007 اللي جابتك من السويس لحد مصر انت هتاخدها وهتطورها مرة تانية وهتكتبها. وبقول حنان قالت ماشي؟ انت عرفت مين؟ لا بتهزر، وحياة ربنا. طب وديني وايماني انه ده احساسي من جوه. انا جيت التجربة بتاعة 2007 اللي جابتك من السويس لمصر وتركنت هي اللي هتعملها جديد. ممكن في جملة تقول لي العلاقة ما بينك وبين رضا اللي مخلفة محمد امين راضي، ودي الختام عندي. امي بصي رضا ببساطه امي، واحنا الامهات عندنا كلنا يعني مش اي كلام على دور الام في حياتنا مش زي، بس رضا كمان كان ليها دور زياده عندي في حياتي، انها ماما كانت مدرستي وانا في ثانيه ابتدائي لغايه خمسه ابتدائي، فاحنا تقريبا يعني 24 ساعه ما كناش بنسيب بعض بقى حقيقي يعني. هي شخصيه كمان ربنا يشفيها يعني، نادر انها تتكرر يعني يا رب. ربنا يخليك، يعني دي عيله مليانه بركه، رضا وجايبه امين وراضي.
محمد نورتنا النهارده، والف مبروك مقدما على التجربه بتاعه 2007 اللي ان شاء الله هتبقى في اواخر 2016 اوائل 2017. نورتنا النهارده.